متابعين لايف النحل السعودي، لازلنا إلى الآن في جولتنا في الجمعية التعاونية النحالين بمنطقة الباحة. طبعا الآن حنا في المشتل الخاص بالجمعية كما تشاهدون، ما شاء الله تبارك الله استزراع هذه المنطقة بنباتات نحلية. ترى أحمد، مشتل الجمعية التعاونية النحالين الباحة، هل يمكن أن يسهم في زيادة الغطاء النباتي؟ طبعا المشتل هذا طاقة الإنتاجية 100,000 شتلة سنويا، وهدفه إكثار النباتات النحلية، متخصص في النباتات النحلية فقط. الحمد لله الجمعية زرعت إلى الآن أكثر من 50,000 شتلة نحلية، أصبحت تجار الآن. يعني أتمنى لو جاك وقت تمر وتشوف كيف أنها أصبحت مزهرة الآن. أي نبات نحلي محلي زرعنا، يعني المجرى نجحنا في زراعته وبكميات كبيرة، الضرم نجحنا في زراعته، طبعا السدر والسمور وكل النباتات النحلية اللي توقعها زرعناها، بالإضافة إلى بعض النباتات العشبية التي يعني النحل يحتاجها، أيضا جمعنا بذورها وزرعناها. المشتل هذا نوزع مجانا منه، يعني مثلا في مهرجان العسل، مهرجانات العسل نوزع بين 10,000 إلى 15,000 شتلة نحنية. الحقيقة معظم الناس كانوا يميلوا إلى الضرم والمجرى والنباتات الصغيرة دي، لكن جميع النباتات متوفرة الآن. في تواصل مع وزارة البيئة والمياه والزراعة أنه إذا كان عندهم مشاريع، تعرف عندهم مشروع كبير يسمى مشروع المملكة الخضراء بزراعة مئات الملايين، فإحنا ننسق معهم الآن وعندي اجتماع الأسبوع القادم معهم أنه النباتات اللي تزرع في المناطق النحلية، يعني مثل الباحة والطائف وجيزان، أنها تكون نباتات نحلية، يعني يركزوا على النباتات مثل السدر والطالح والنباتات اللي مناسبة، يعني كل نبات يزرع في البيئة المناسبة لها. فنعم المشتل يساعد على زيادة الغطاء النباتي، وأيضا إحنا نوزع شتلات، والآن بدينا نوزع في يعني توزيع وبيع البذور للنباتات النحلية الخاصة غير الشتلات، تابعين لايف النحل السعودي، لازلنا إلى الآن في جولتنا في الجمعية التعاونية النحالين، الجمعية المميزة. الآن حنا في معمل تعبئة العسل. طبعا أخي الكريم، العسل يمر بعدة مراحل بعد أن يتم استخراج العسل وفرزه في الفرازات الخاصة بفرز العسل. يتم أيضا خضع للاختبار والتحليل للتأكد من مدى جودته، ثم الاتيان به هنا إلى هذا المختبر ووضعه في مناضج حفظ العسل، المناضج الخاصة بحفظ العسل، ومن ثم أيضا تعبئته في هذه العبوات وفق يعني أيضا مقايسة ومعايرة خاصة بالأحجام. هذا الجهاز هو خاص بمعايرة أيضا أحجام العسل من ربع كيلو أو نصف كيلو أو كيلو، ومن ثم أيضا وضعه في مغلفات خاصة بالجمعية وسكرات خاصة بالجمعية وعلب أيضا خاصة بالجمعية، ثم يتم نقله في علب كرتونية وأيضا وضعه في صناديق من خشب لنقله وشحنه إلى العميل في أي يعني شبه من هذا الوطن، سواء كان في أي منطقة أو أي محافظة من المملكة العربية السعودية، بجودة عالية وأيضا يعني نضمن حفظه بإذن الله عز وجل من التلف أو الانكسار أو ما شابه ذلك. وياسر الجهاز هذا بدنا نتحدث عنه. الجهاز هذا أيضا من الأجهزة المستخدمة في خط تعبئة العسل المتوفر لدى جمعية النحالين التعاونية بالباحة، وهو عبارة عن عبوات صغيرة تقريبا 10 جرام 15 جرام 12 جرام، تعبى على أشكال زي عبوات الكاتشب، ممكن تم استخدامها في الفنادق في المطاعم في أيضا حتى في المطبخ المنزلي. وياسر الجهاز هذا؟ هذا الجهاز هو جهاز سحب الرطوبة يتسع إلى 150 كيلو جرام، يقوم بنزع الرطوبة من العسل وفق المواصفات والمقاييس العالمية دون أن يؤثر على جودة العسل. طبعا يحتوي على لوحة للتحكم في درجة الحرارة والرطوبة والمضروبة طبعا في العسل. يتم طبعا قياس رطوبة العسل باستخدام مقياس الرطوبة، ويفضل أن يكون الكمية الموجودة في هذا الجهاز لا تتجاوز 100 كيلو جرام ليعمل الجهاز يعني بكفاءة. طبعا يستغرق مدة زمنية تعتمد على نسبة الرطوبة في العسل، بحيث يقوم بتدفئة الهواء الجاف الذي يصل للغسل بحيث لا تتجاوز درجة الحرارة 32 درجة. عن
متابعين لايف النحل السعودي، لازلنا إلى الآن في جولتنا في الجمعية التعاونية النحالية بالباحة. الآن احنا في مصنع الشمع الأساس ومصنع التغذية البديلة. أبو ياسر، طبعا من ضمن الجهود التي تبذلها الجمعية خدمة للنحالين كما تحدث أخي أبو الكريم وسعيد، اللي هو إعادة تدوير وتصنيع الشمع البلدي بعد أن يتم يعني أخذ من النحالين عبارة عن خام، يعاد صهره ويعاد تنقيته، وأيضا عمل على إعادة وضع القوالب العين السلاسية على هذا الشمع ووفق مقاسات معينة. أيضا من ضمن الأشياء الموجودة اللي هو قسم التغذية المتكاملة، وهذه أيضا عملت وصنعت وفق يعني معايير ومواصفات وأيضا كميات من المواد المستخدمة الطبيعية في صناعة هذه العجائن. هذه العجائن هي العجائن البديلة المستخدمة لتغذية النحل في وقت المواسم. دكتور أحمد الله يعطيك العافية، كيف يمكن للجمعية التعاونية للنحالين منطقة الباحة الإسهام في سد العجز في الطرود في النحل البلدي؟ الحمد لله الجمعية بدأت في إنتاج الطرود البلدي، ويمكن لاحظت في الإعلانات التي نشرناها في الكروبات وفي طلب كبير على طرود النحل البلدي من الجمعية، أيضا الملكات البلدي، فإحنا مركزين على إنتاج طرود وملكات بلدي. وبالنسبة للنحل المستورد الحقيقة نواجه ضغوط في الجمعية أنه نستورد من مصر وندخل في تجارة النحل، ولكن إحنا معارضين الفكرة هذه، فإحنا مع النحل البلدي وندعم النحل البلدي وكل شغلنا على النحل البلدي إن شاء الله الآن ومستقبلا. دكتور أحمد، نلاحظ الأيام هذه انتشار كثيف لآفة الجراد، كيف يمكن للوزارة أن تقضي على الجراد مع الإبقاء على النحل وعدم القضاء عليه؟ طبعا يعني فرصة السؤال هذا، لأنه الأسبوع الماضي كان فيه اجتماع برئاسة سعادة وكيل الوزارة بحضور مدير مركز أبحاث الجراد وبحضور رؤساء جمعيات النحالين ومدراء الزراعة في المنطقة، ونتج توصيات إن شاء الله سأزودك بها بحيث أنه يستفاد منها. الوزارة الحقيقة حريصة جدا، بعد ما لاحظنا حريصة جدا أنه يكون قضاء على الجراد بدون تأثير على النحل، ولكن النحالين أيضا يتحملوا جزء من المسؤولية هذه. يجب على النحال أن يبلغ الوزارة بأماكن تواجدهم، والوزارة ستبلغهم عن طريق الرسائل بأماكن الرش. فيه نظام تربية النحل حدد أيضا ما للنحالين وما عليهم، فالمفروض أن الوزارة تبلغ النحالين قبل الرش بثلاث أيام كما ظهر في التوصيات التي سأزودك بها. في حالة أن الوزارة ما زودت، من حق النحال أنه يرفع قضية إذا كان فعلا تضرر نحله وكان فيه إهمال من فرق الرش أو من القائمين على المكافحة.